هاي، كيف كنت؟ أتمنى تكونوا بخير إن شاء الله. اليوم جاي بقراءة شهرية لبرج السرطان، رح أحاول أحكي فيها عن الأحوال العامة والعاطفية لإلك وللشريك كذلك. رح أتحدث كذلك حتى عن العزاب، وبدي أقول أنه هذه القراءة تنطبق على البرج الشمسي قمري طالع، وفي إمكانية أنه تكون قراءة عكسية إذا تحدثنا عن الوضع العاطفي. قبل ما أبدأ القراءة يا برج السرطان، بطلب من كل الناس المستمعين اللي عم يتابعوني على القناة أنه يشتركوا بقناتي على الانستغرام، رح تلاقوها بالديسكريبشن بوكس أو بصندوق الوصف. أوكي، بداية يا برج السرطان، عم شوفك كأنه عم تفكر بشيء حاسم جداً أو بشيء تغير في حياتك. في شيء تغير بحياتك يا برج السرطان، وكأنه متعبك ودائما عم تبحث عن الاستقرار ولا تجده. ممكن بدأت عمل أو بدأت علاقة وما نجح الأمر معك، ودائما أنت في البحث عن ذاتك والبحث عن فرج يا برج السرطان. كانوا عم تبحث بالعلاقات، بتبحث بالعمل، بس ما بتلاقي نتيجة أبدا. عم شوف أنه هذا الأمر يؤرقك يا برج السرطان. عم شوف حتى أنه الحبيب أو طاقة الحبيب بتطلع بالتري أوف بنتكلز، يعني ممكن هذا الإنسان بيشتغل بأي شيء يتعلق بالتجارة، ممكن هذا الإنسان كذلك يشتغل بالقانون، يشتغل بالكتابة، ممكن كذلك حتى انه يكون على علاقة ثلاثية، او هذا الانسان عنده اشياء تشغله عنك يا برج السرطان. ممكن هو مثلا عنده العمل هو الطرف الثالث، وانت هو الطرف الثاني، والطرف الاول هو الشريك. اوكي، ممكن في انشغال بالعمل وانشغال باشياء اخرى ما بتخليه اصلا هذا الانسان يلاقي وقت لك. ممكن عنده كتير مهام و مسؤوليات. ممكن حتى انه عم شوفه هذا الانسان عنده قلب كبير، عطوف جدا، ممكن حتى يكون عنده اطفال. عم شوفه لهذا الشخص حساس جدا وعنده جانب حسي جميل، ممكن حتى انه يخفيه عن الناس. عم شوف على انه عندكم مشاكل بيناتكم او في مناوشات بيناتكم. ما عم شوف الاجواء جيدة، بس ما عم شوف في خصامات ومشاكل كبيرة. هنشوف انه الشريك ممكن ما بتحكوا مع بعض، او ممكن في زعل. انا عم شوف بلوك، ممكن انت عامل له بلوك او هو كذلك. عم شوف انه الكلام او استمرارية الكلام ما في. اوكي، ما في كلام بيناتكم. اما بالنسبة لك يا برج السرطان، فعم شوف الامور انه انت شوي متكبر وعندك نفس كتير قوية وعندك كبر كتير قوي. عم شوفك كأنه رافض ابدا انه تطلب السماح اذا كان هذا الامر يريده هو. عم تحس انه العلاقة ما فيها اخذ وعطاء، بتحس انه العلاقة ما فيها توازن ابدا. كانوا انت عم تشعر انه بتعطي كتير بالعلاقة والاخر لا يعطي شيئا. لهيك عم شوفك يا برج السرطان متكبر شوي على هذا الانسان، وما رح تعطيه وقت او ما رح تعطيه اهتمام كبير. اما بالنسبة يعني بالوقت الحالي، فانا عم شوف انه هذا الانسان امامه اختيارين، ممكن علاقتين، ممكن كتير امور، ممكن حتى انه عنده كتير اشياء عم متخليه مثلا مشوش الفكر، عم تخليه منه مركز على امر واحد. ممكن شغل، ممكن علاقة ثانية، في كتير امور. ممكن حتى العائلة بتشغله وما بتخليه مركز على 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 قرار واحد. اما بالنسبة لك، فعم شوف انه الامر، امر الشغل وموضوع الشغل، انت محتاج انه تشتغل، محتاج انه تكون مستقر بعمل، انه ما تكون مادد ايدك. بدك انه تشتغل، بدك انه تكون مستقل بذاتك، عندك مالك الخاص، عندك طموحك الخاص، انه مش العلاقات كل شيء. اوكي، بالنسبة لك برج السرطان كذلك، عم شوفك تعبان تجاه الاموال او تجاه العمل، بس عم شوفك عم تلتجئ بالوقت الحالي للبيت وللأسرة والكنف العائلي يا برج السرطان. عم شوف حتى على انه أنت تريد عدالة، حتى إذا هذا الإنسان ينوي الرجوع إليك أو يريد إصلاح أمور بينك وبينه، فأنت تريد العدالة، تريد الإصلاح، بس يكون بشكل عادل. بدك إنه هذا الإنسان يتغير، يبتعد عنك. ما بدك إنه يعني ما بدك تساوم بالعلاقة أبداً.
يعمل هذا الإنسان مجهود بالعلاقة، يا يبتعد عنك ويتركك يا برج السرطان. شوفوا لهذا الإنسان ممكن كلامه سليط، كلامه قاسي جدا، ممكن حتى هو يريد أن يقول لك كلاما قاسيا يا برج السرطان، كأنه أنت متكبر عليه وما بتعطيه وقت أبدا، وهذا الإنسان شوي شايل بقلبه تجاهك. عم شوف حتى انه الاوضاع يا برج السرطان مش جيده ابدا، وعم شوف على انه ممكن للبعض منكم اكتشفوا خيانه او اكتشفوا طرف ثالث ما عم يحبوا اصلا، انه يساوموا بالعلاقه او يعطوا فرصه لهذا الانسان، لانه اكتشفوا شيء مش جيد. لانه كمان هون بيقول لك المعرفه، كانه انت اكتشفت شيء او عرفت شيء، وهيدي الاشياء اللي اكتشفتها يا برج السرطان كانه خلاتك تشوف الحياه او تشوف الحقيقه على الشكل اللي هو صحيح، او تشوف الوجه الصحيح. ما صار عندك هيك الفراشات والحياه جميله وتشوف الاشياء بشكل ملون، صرت تشوف الحقيقه سواء سيئه سواء جميله. بالنسبة لك كمان عم شوف على انه في كتير كأنه يئست يا برج السرطان من هذه العلاقة، وكأنه انت بتشعر انه هذه العلاقة مهما قدمت لها ما رح تعطيك نتيجة، كأنه مللت من هذه العلاقة او مللت عامة من كثرة العلاقات او العلاقات البائسة او السيئة يا برج السرطان. ممكن انا عم شوف في وعد بالزواج، لا اعلمني ما بدا يطلع لي، طلع هذا الكارت لبرج الجوزاء، وكذلك حتى انت عم شوفك ممكن يكون في يعني، لانه طبيعي برج السرطان يتزوج بهذا السنه، وخاصه الناس اللي عندهم تقريبا 28 سنه لا اكثر، وارد جدا انه ممكن يتزوجوا، وارد، ما بقول ديفينيتلي، ما بقول اكيد، لأنه زحل عاد إلى بيته والمشتري كذلك بالبيت السابع، فتقريبا أنه في كتير ناس من برج السرطان رح نسمع عنهم متزوجين، لهيك عم تطلع طاقة الزواج يا برج السرطان. بس أنا عم شوف الأحوال العاطفية مع هذا الإنسان مش جيدة، ممكن في مشاكل، في كلاكيع، في أشياء، في مثلا في كبر، والآخر بده يقول لك كلام جارح، وفي هذه الأمور يعني في مناوشات وفي مشاكل خفية برج السرطان. عم شوف حتى انه خطوته القادمة بالرغم من كل هذه الامور رح تستمروا بالعلاقة، بالرغم من كل هذه الامور رح تحاولوا انه تجددوا العلاقة وتضلوا مكابرين انه تكونوا مع بعض، يعني مش 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 تاركين انه العلاقة تنتهي ولا حابين اصلا تنتهي. اوكي، ممكن بالمستقبل العلاقة، يعني حتى بالمستقبل أنا أشوف على أنه أنتوا رح تحتفظوا ببعض، حتى لو كان في مشاكل كبيرة، حتى لو كان ما بعرف شو، بس أنتوا بتحبوا بعض، بتعشقوا بعض، ومستمرين مع بعض حتى بالرغم من كل هذه الخلافات. أوكي، عم شوف أنا بالطاقات، عم شوف برج الميزان، عم شوف كذلك برج الأسد، برج السرطان، ممكن حتى أبراج هوائية نارية ترابية، أما الماء فما عم يطلع لي بكثرة بهذه القراءة، عم شوف بس برج السرطان. فبالنسبة لبرج لعزاب برج السرطان، فأنا عم شوفهم كأنه بالوقت الحالي عم يتذكروا الماضي، وممكن في عودة شخص من الماضي، لأنه عم الويل اوف فورتشن مع السكس اوف كابس، في أحد من الماضي ممكن يرجع لإلك، ممكن يطلب السماح منك، ممكن يصلح العلاقة، لأنه عم شوف في عودة لإله. بس ممكن هذا الإنسان خانك بالسابق، عمل لك أشياء منا جيدة أبدا، وعندك مشاكل معه صراحة. ممكن حتى أنه العلاقة، ممكن حتى العلاقة يكون فيها نوع من التجريح لما يرجع هذا الإنسان، ممكن تحكي له اللي بقلبك، ممكن تحكي له الأشياء التي آذتك بهذا الإنسان، بس عم شوف في عودة شخص، يا تفتح له الطريق يا ما تفتح له، المهم أنه أنا عم شوف في عودة إنسان من الماضي لحياتك يا برج السرطان. ممكن هذه العودة يا برج السرطان
خاصة أعزائي برج السرطان ممكن يكون فيها نوع من طلب السماح وطلب إيدك، ممكن يريد أن يتزوجك هذا الإنسان، وممكن يريد كذلك أنه يصلح أمور عالق بينك وبينه. أوكي، هذا بالنسبة للوضع العاطفي. أما بالنسبة للوضع العام، فأنا عم شوف في تغييرات كبيرة تطرأ بحياة برج السرطان. ممكن للبعض منكم يكون في حمل، أو ممكن يكون ولادة شخص بالعائلة، طفل بالعائلة. عم شوف أنه الأوضاع العامة التي تتعلق بالعاطفة، يعني كأنه أنت بتحاول أنه تحسن الأمور بينك وبين هذا الإنسان. عم شوف كذلك في ركود بالوضع المالي. عم شوفك عم تبحث عن المال، تريد تحصيل المال، بس ممكن الأمور مش جيدة بالنسبة لإلك. عم شوف كذلك أنه بهذا الوقت تهتم أكثر لجمالك الخارجي ووضعك الخارجي، ممكن تحب أنه تتزين، تتجمل، أنه تشتري ملابس جديدة. عم شوف على أنه عندك ممكن أرق بالنوم، عندك أحلام مزعجة برج السرطان، ممكن عندك حتى أشياء ما عم تخليك تنام، دائما عم تفكر فيها بالليل. عم شوف كأنه في قيود عم تقيدك، كأنه ممكن بدك أنه تخطي خطوة للأمام، بس عندك قيود ممكن حتى تكون فكرية، ممكن ما تكون أصلا بالواقع، أو ممكن إيه، ممكن يكون أصلا أشياء عم تتخيلها أو عم تشوف أنه هي عوائق، بس بالأخير هو عقلك اللي عم يعمل هذه العوائق. ممكن حتى انه يكون في اشياء او في تصليحات بالبيت، ممكن تشتري بيت، اوكي، ممكن تغير بيت كذلك مسكن، بس عم شوفك اكثر الناس المطلقين ممكن انه تاخذ نفقه من الاب على الاطفال. عم شوف انه الامور بتحاول توازنها، بس عم شوف انه في تغيير، انت حاليا في صدد التغيير، كانه انت ممكن تغير بيت، ناس فيكم ممكن تتزوج، تغير بيتها من عائلتها او بيت عائلتها للبيت الزوجيه. ممكن في تغيير يحصل بحياه برج السرطان، ممكن هذا التغيير ما تحسه حلو بالاول، او ما تحسه انه سهل بالنسبة لك، بس هذا التغيير رح يجلب لك نوع من السعادة من بعدين، بس بالوقت الحالي منه هين أبدا بالنسبة لك برج السرطان. عم شوف هذا التغيير ممكن عم يجيب لك ستريس، عم يجيب لك مشاكل فكرية، عم يخليك أنت عم تفكر بشكل من السلبية. برج السرطان، برج السرطان لما بيدخل مثلا بأشياء من التغييرات عم يحصل له نوع من التفكير السلبي، بخاف من التغيير برج السرطان. بس ما تخاف أبدا، الأشياء راح تكون على خير إن شاء الله. عم شوف كأنه أنت راح يعني أمامك بابين أو أمامك اختيارين، وبتحاول أنه تختار بينهم، بس مش عارف أبدا. ممكن تتلقى رسائل تتعلق بحبيب سابق، أو الحبيب الحالي ممكن يبعث لك مسجات حب وجمال، وكل البعض منكم يكون في زواج. فكرة السفر وارد، ممكن هذا الإنسان بعيد عنك، وممكن حتى أنه يريد الزواج منك، أوكي، ويريد، ممكن هذا الإنسان بعيد عنك، وممكن هو ببلد آخر ويريد أن تلتحق به بهذا البلد، ممكن هو يكون ببلد بعيد عنك. عم شوف الوضع المالي مش جيد بالنسبة للسرطان. عم شوف الأوضاع عامة بتتعلق بالوضع العاطفي أكثر والوضع المالي. عم شوف في تغييرات تحصل بحياته بالوقت الحالي، ما عم يشوف شيء إيجابي أبدا، بس ممكن تكون أشياء إيجابية بعدين. ممكن أن تغيروا بيت، تغيروا إيه، عم يطلع لي كذا مرة أنه راح تغير البيت، راح تغير المسكن، راح تغير، حتى ممكن راح تكون متزوج. كثير من برج سرطاني راح يتزوجوا بهذه السنة، وخاصة من شهر 7 لآخر السنة. عم شوف في كتير زواجات لبرج السرطان، بس ممكن بالوقت الحالي انت متخوف من هذه التغييرات، وعم جيب لك أرق يا برج السرطان. ما تخاف ابدا، حاول انه تكون انسان قيادي، حاول انه تكون انسان شجاع جدا، بس هذه التغييرات كلها لصالحك يا برج السرطان، مش شيء سلبي ابدا. بس انا بنصح برج السرطان انه يهتم كثير للعينين،
كذلك ممكن يحاول انه ما يدخل بموضوع الكآبة وموضوع الدبرشن، حاول انه يهتم شوي هيك بصحته بتفكيره بنفسيته كتير. ممكن البعض عم يحسوا انه في صداع نفسي، في صداع نصفي، ممكن حتى انه يعانوا من عدم نوم، من قلة نوم، ممكن حتى انه عم يفكروا باشياء سلبيه، عم شوف حتى انه العينين عندهم مشاكل فيها. بس عامه الصحه جيده الحمد لله، بهذا الشهر ما عم شوف في مشاكل تتعلق بالصحه. ممكن عم شوف في تواصلات وفي كوميونيكيشن على الانترنت، عم شوف في لقاءات مع اشخاص مختلفين الجنسية معك، مختلفين الكالتشر الثقافي، عم شوفك كانوا تتواصل مع ناس بعيدين عنك، مش بنفس البلد، مش بنفس الثقافة، مش بنفس الأشياء اللي أنت فيها يا برج السرطان. حتى ممكن أنت عم تلتقي مع ناس على الإنترنت، عم تحكي معهم، في هذه الطاقة يا برج السرطان. عم شوف ممكن حتى أنه عندك شكوك، عندك أشياء فكرية وحواجز فكرية أكثر منها واقعية، أوكي؟ بس اهتم بصحتك، اهتم بنفسك، حاول على نفسيتك، ووازن حياتك، حوازن كل ما يتعلق بالمال والعمل والعاطفة، لأنه عم شوفها العاطفة مركز عليها بهذه الفترة كتير. هذا كل شيء كان بالنسبة لك يا برج السرطان، بتمنى لك كل الخير والمسرات، وما تنسوا تعملوا